مرحبا بكم من جديد. نحكي على تتويج جديد ينضاف للمرأة التونسية، للمرأة المستثمرة، للمرأة الناشطة في قطاع الأعمال. La femme la plus entreprenante en Afrique en 2019. هذا لقب تم إسناده للسيدة نادية يعيش خلال la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa اللي انتظم في يوم الثلاثاء الماضي. إذن هذا اللقب ينضاف للمرأة التونسية، ينضاف للمرأة الناشطة في قطاع الأعمال. هذاك علاش نحب نتواصلوا مع السيدة نادية يعيش ونهنيها بهذا التتويج. مدام صباح النور. بخير عسلامة أحمد، شكرا على الاستضافة، مرحبا بالمستمعين الكل وميرسي بوكو. شكرا لك مدام، إذن تهنينا لك، فيليسيتاسيون لك على هذا اللقب الجديد لك. أكيد هو تتويج لك والمرأة التونسية من خلالك. أعطينا فكرة على هذا التتويج، على ربما كيفاش تلقيته، كيفاش يعني تقبلت هذا التتويج من طرف الكونفرنس انترناسيونال. هو والله كانت لي معناها سيربريز، على خاطر مع الباليش اللي انا مش نكون يعني المتوجة بالبخي هذية. البخي هذية يسند للمرأة التونسية بالأساس، خاطر البخي هذا عمله المجلس التونسي الأفريقي التعاون. هو مسند أساسا المرأة اللي يكون عندها انتري في إفريقيا، عندها رقم معاملات مهم مع برشا بلدان إفريقية، ومعنا معناها يشوفوا حتى الكليون تاعنا في إفريقيا إسكو هما فرحانين معناها بالخدمات اللي نقدموا فيها للمؤسسات الإفريقية بصفة عامة. الحمد لله برشا خدمة، برشا تعب وبرشا إيمان في إفريقيا. الواحد توج معناها وصلنا أنه نحقق أهدافنا، وإن شاء الله ديما منورين صورة تونس في إفريقيا وفي العالم بصفة عامة. أكيد هذا تتويج لتونس الكل. مدام نادي، هات نحكيه على تكوينك، نحكيه على بداياتك في الاستثمار في القارة الإفريقية. أنت اختصاصك خبيرة محاسبة، كيفاش انطلقت تجربتك في الاستثمار؟ الشركة ربما أو الشبكة اللي أنت تنتمي لها واللي من خلالها نجمت تدخل القارة الإفريقية وتفرض نفسك فيها. هو بالأساس أنا كما قلت خبيرة محاسبة، من أنا زادة مستشارة، يعني نخدم مع المؤسسات العمومية في إفريقيا بصفة عامة، ومعناها وحتى المؤسسات الخاصة والخاصة العمومية في إفريقيا. بداية المكتب متاعنا في 2010 كنا خدمنا في برشا شركات في جيبوتي، ومن بعد معناها انتمينا للريزو انترناسيونال، هو انجليزي بالاساس. الفكره هو انه وقت قيت الريزو اللي انا ننتمي له موجود اكثر في امريكا وموجود اكثر في لانجلتير، وما كانش هو يعني مهتم ياسر بالقاره الافريقيه. انا حاولت ناخذ الحكايه هذه كوم اوبورتونيتي باش نجم نطور احنا الخدمات نتاعنا والاعمال نتاعنا في افريقيا. أنا بديت أببري من عام 2015 نخدم في إفريقيا. اليوم 2020 احنا نخدم أببري في 12 بلاد، وإن شاء الله 2020 عنا 3 أسواق جدد إن شاء الله باش نكونوا ندخلوا لهم. أنت مدام معناتها تشتغل مع الريزو MJE Worldwide اللي هو موجود تقريبا في 82 دولة حسب ما فهمت، ويخدم هو أكثر، هو في 90 دولة وهو متواجد بالأساس في أمريكا وفي لانجلتير بالأساس. في إفريقيا مش متواجد برسا، هو يكون ريزو نمرو 16 في العالم في الريزو انترناسيونو، معناها بصفة عامة في المحاسبة والاستشارات. أكيد، وهو تقريبا يشغل أكثر من 5000 بروفيسيونيل في المجال. إذن مدام إذن الثقة اللي تحطت فيك في شخصك كمرأة تونسية معناتها ويراهنوا عليها من أجل الاستثمار في إفريقيا ومن أجل اكتساح القارة الإفريقية، يظهر لي ثقة كبيرة لكن مسؤولية أكبر. لكن يظهر لي أنت كنت في مستوى الانتظارات نتاعهم، في مستوى الثقة نتاعهم، لأنه بيك أنت وفضلك أنت معناتها نجموا يفرضوا أنفسهم ويفرضوا وجودهم في إفريقيا. والله هو شكرا على المجاملة. أنا إن شاء الله تكون إن شاء الله نكون ديما عند حسن ظن إن شاء الله. من الخبرة متاعي نحاول نعاون كل مستثمر تونسي يحب يتواجد في إفريقيا. كما تعرف أنا ليني رئيس الدولة وليني رئيس حكومة، لكن تونس في خدمة إفريقيا بصفة عامة وخدمة العالم، وإن شاء الله يا ربي نكون ديما في المستوى وننور بلادنا
على أحسن وجه. يظهر لي مدام اليوم القطاع الخاص والقطاع العام كلهم عندهم قناعة شبه كاملة كون المستقبل هو في إفريقيا وأن التوجه نحو إفريقيا هي هو بين الحلول الرئيسية لتجاوز الأزمة الاقتصادية في تونس. اليوم شفنا حتى لقاء ما بين مجلس TABC تونيزيا بزنس كونسل تونيزيا أفريقيا بزنس كونسل اللي يظهر لي وكانوا مشاو للرئيس قيس سعيد وفما حتى تقاطع في وجهة النظر وفي الرؤية لمستقبل هذه القارة وعلاقة تونس بالقارة الأفريقية. اليوم شنو التوصيات اللي أنت من خلال تجربتك في أفريقيا اللي تجم ترفعها لرئاسة الجمهورية وللحكومة التونسية من أجل تعزيز التواجد التونسي في أفريقيا؟ أول حاجة أنا ديما نقولها ونعاودها، تونس لازم تكون عندها رؤية اقتصادية واضحة في أفريقيا. هذه حاجة مهمة ومهمة جدا. اثنين، لازم نفعلوا الدبلوماسية الاقتصادية في البلدان هذوما. لازمنا نكسروا سفاراتنا، مش سفارات للإدارة وكهو، هما سفارات لازم يكون فيها ناس مختصة في الدبلوماسية الاقتصادية. ثلاثة، هو ممكن نقطة تنجم تكون سريعة في التفعيل متاحة، تونس لازمها تعمل لي كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون مع البلدان الإفريقية الكل باش نحاولوا نشجعوا الاستثمار التصدير الإفريقي عن طريق تونس مع دي تو دامبو يكونوا معناها ما نكونوش يعني امبوزي في تونس وامبوزي في البلدان الاخرى. واليوم مثلا اذا ناخذوا على سبيل المثال الايل موريس مثلا، هي البلاد الافريقيه الوحيده اللي عندها 35 كونفنسيون مع البلدان الافريقيه الاخرى. ومن ناحيه الاستثمار اليوم برشا مستثمرين يتجهوا للايل موريس على خاطر الايل موريس واجهه للاستثمار عن طريق لي كونفنسيون دو نون دوبل امبوزيسيون اللي عاونوا. تعرف اللي الجيبية نحب ولا نكره هي من أهم النقاط لتفعيل الاستثمار وتحسين مناخ العمل بصفة عامة. ديما نحكيه مدام على الجانب اللوجستي، نحكيه على أن تونس اليوم يزم تعزز خطوطها الجوية والبحرية مع أفريقيا، تحكي لي على هذا الشرط وعلى شنو يزم يصير في تونس في علاقة بتحسين الجانب اللوجستي في التعامل مع أفريقيا بعد الفصل.